السلام عليكم. قد تكون بعض الحشرات في عالمنا مميتة، بعضها قد نجده في أماكن عميقة، وبعضها الآخر قد نجده في أماكن مريحة في منازلنا، وبعضها قد يقتل إنسانا بعضة واحدة كالعقارب القاتلة وغيرها. وفي هذا الفيديو نعرض لكم بعضا من هذه الحشرات الخطيرة، تابعوا معنا. أولا، عنكبوت الأرملة السوداء. هذا العنكبوت يعد واحدا من بين أكثر الحشرات الخطيرة شهرة في العالم، وهذه الشهرة ليس المقصود بها ما يأتي في بالك عند سماعها، فاللدغة من الأرملة السوداء تؤلم بشدة، ويمكن أن تسبب التهابا في منطقة اللدغة، وكذلك مشاكل في الجهاز التنفسي. وفيما يتعلق بالجانب المشرق، فإن قلة من الناس تموت من لدغتها، كما أنها ليست عدوانية للغاية وتهجم فقط عندما تشعر بالتهديد. ثانيا، البعوض. قد يكون من الغرابة أن البعوض من أخطر الحشرات على الكوكب، فالأمر لا يتعلق باللدغة نفسها بل بانتشار المرض. ومن المعروف أن البعوض يحمل جميع أنواع المرض وأكثرها شيوعا، مثل الملاريا وفيروس النيل الغربي. يمكن للدغة واحدة من البعوض أن يتسبب في بعض التهيج، لكنها أيضا قد تصيبك بمرض فتاك. ثالثا، الدبور الآسيوي. لدغته تتوفر على 8 من المواد الكيميائية المختلفة، ومن المعروف أن إحدى المواد الكيميائية الخاصة به تعمل على إذابة الأنسجة البشرية، وهو أمر مروع تماما، كما أن إحدى هذه المواد تستخدم في جذب زملائه الدبابير حتى يتمكن كل فرد من العائلة من الهجوم. فإذا كنت تريد إبقاء جميع هذه المواد الكيميائية الرهيبة خارج جسمك، ابقى بعيدا عن هذه الدبابير الآسيوية. شكرا لكم.